السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات نور. الوصفة تاع اليوم كما تشوفوا هي عبارة عن تحلية. قبل ما نروحوا نتعرفوا عليها وطريقة عمل هذه التحلية، ما تنسوش ديروا اشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتي، واذا عجبكم الفيديو خلوا لي تعليقات وما تنسوش ديروا جيم وبارتاجي. دوك نروحوا نتعرفوا على التحلية تاع اليوم. كما تشوفوا هي عبارة عن كريم ديستير، وهنا راني مزيناته بالفراولة. التزيين اختياري، كل وحدة على حساب واش راه متوفر عندها، وتقديمه ما ديري فوقه والو. روحوا مباشرة للمقادير والخطوات عمل هذا الكريم ديسير. المقادير بسيطة كما راكم تشوفوا، هي عندي 3 كيسان ونص حليب، وعندي 2 مغارف كبار، لا عفوا 3 مغارف كبار تاع النشا، عندي 5 مغارف تاع السكر، مغرف صغيره تاع زبده، ولافاني هنايا لل نبنو بها. هذا مكان كما كتشوفوا مقادير بسيطه. انا هنا دايره كميه صغيره، وانتوما تقدوا تضاعفوا الكميه، تبدلوا غير الكاس برك. نروحوا مباشره نخدموا الكراميل. الاولى نحطوا 5 مغارف تاع السكر تاعنا، نديروها في كاسروله. حاجه اللي نقولها لكم هنا، خاصكم تنقصوا لها النار، صافي نخلو هذاك السكر يطيب شوالا، خاصكم تنقصوا لها النار باش ما ينحرقناش ويعطينا هذيك المروريه. نروحوا نشوفوا، نزيدو نكبوا كاس تاع حليب، نحطوه في غرفيه كما راكم تشوفوا، ونحط فيه هذوك الثلاث ملاعق عفوا تاع النشا. ندوبهم مليح مليح، ندوبهم مليح مليح، ومن بعديها نضيف لهم كميه تاع لافاني كما راكم تشوفوا. نضيف لهم كميه تاع لافاني، نخلط مليح، خاصني ندوب كاع مليح هذاك النشا من تحت كما راكم تشوفوا. نخلي هذا دو كوتي، نروحوا نشوفوا السكر تاعنا اذا داب ولا لا. حنا نسحقوه يكون اللون تاعه بني غامق، ما نسحقوش يكون محروق. يعني هنا النار راكو تشوفوا كيفاش، هنا النار نقصي لها وتخليه يطيب في خاطر، كي تشعلي النار غادي يتحرق لك ويعطيك هذيك البنه تاع المروريه كما راكو تشوفوا. هيا غير بشويه نخلوه يدوب، غير بشويه نحركو، اسيي باش ما نوصلش لي كوتي تاع الكاسرول باش ما يلصقليش. اكو عارفه هنا بعد ما داب لي كيما راكم تشوفوا، ضفت كميه تاع الزبده اللي قلت تاع الزبده اللي قلت كمية تاع الزبدة اللي قلت لكم عليها عفوا، هي ملعقة صغيرة. مباشرة بعد ما قليتها نضيف 2 كيسان ونص تاع الحليب اللي كنا مخليينهم دو كوتي. تسمى هاد الوصفة راكو شايفين درنا 3 كيسان ونص تاع حليب. كاس، نعاود لكم المقادير، كاس درنا فيه هادوك 3 ملاعق تاع المايزينا وخليناه، و 2 كيسان ونصف رانا درناهم هنا لهاد الخليط تاع الكراميل. ونبدا نخلط، راكو شايفين الكراميل هنا يدير كتله واحده، انا نبقى نخلط بالفويح حتى ندوبوه كامل. ندوبوه هنا النار تكون متوسطه شويه، زيدي للنار تاعك وبداي تدوبي مليح هذاك الكتله تاع الكراميل. مباشره نروحو نضيفو هذاك الكاس اللي كنا دايرين فيه النشا، ونواصلوا الخلط هنا، خلطي مليح باش هذيك المايزينا ما تهودناش تحتها، يعني هذاك النشا ما يهودناش تحتها ويدير لنا كويرات. خلطي مليح مليح، كي تشوفيه اون فوا بدا يتكاتف الخليط كما راكم تشوفوا، ما تخليش يعقد بزاف. اون فوا يغلي الغليه الاولى وتشوفيه بلي سي بو عقد، طفي النار وتحطيه في الكؤوس ولا وين ما حبيتي تحطيه. انا هنا راني مستعمله الكؤوس، وتعمري على حساب ما حبيتي. دونك كيما راكم تشوفوا انا هذيك الكميه دارت لي كاسين كيما راكم تشوفوا معمرين. مباشره هنا بعد ما خليتهم يبردوا، اني ضفت لهم الكراميل من الفوق
نحط لهم كمية تاع الكراميل. هذا الكراميل مشري، إذا حبيتوا نعطيكم الوصفة تاع الكراميل كيفاش تصنعوه كتبوا لي في التعليقات نديرها لكم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا نحط كمية تاع الكراميل، دوك نروح هو يعاود يسيح، نخليه يبرد مليح عاد ونحط الكراميل ماشي مباشرة، راكم تشوفوا، ونحطوا الكمية تاع الكراميل. بعد ما سخنا هذيك الكراميل، انا هنا للتزيين حكمت قطع تاع فراوله كما راكم تشوفوا، قطعتهم في النص وزينت بهم. هنا تقدري تزيني بواش ما حبيتي، البنان، كيوي، اللي متوفر عندك، وتقدي ميم كما قلت لك تقليه كما هكا ما تضيفي عليه والو. انا هنا بعد ما برد غادي نوريكم كيفاش جا من الداخل، روعه روعه روعه، راكم تشوفوا خفيف. انا ما نبغيش يجي كما نقولوا حنا عاقد بزاف، راكم تشوفوا يجي خفيف بزاف، عندكو روعة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وما تنسوش اذا عجبتكم ديروا لي جيم، تخلوا لي تعليق، ومتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، هذا هو المهم، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد تاع الوصفة.